النقطة اللي عايز أقولها فكرة اللي حصل في موضوع ما بعد الإنسان الهومو، إنه اللي حصل قطع للتطور الطبيعي، بس عشان سؤال عزيز هتشوف إن الموضوع صنعي كان، لا مفيش صنعي كامل حصل لينا، هو قطع، إحنا ماشيين كويس زي الفل، لكن حصل قطع للتطور الطبيعي لينا وجينا إحنا بقى، إحنا من نوع إرادة عليا خلاص هنزعل ليه؟ مهما قعدوا يفتوا التطور الطبيعي اللي نحن للنوع بتاعنا اهلي نحن اللي هو هومو سابينس اللي بيسموه هومو سابينس القطع الطبيعي احنا متطورين وكويسين وزي الفل نسب مليون 2 مليون سنه 5 مليون سنه مش مشكله ايه يعني. احنا ده تطور طبيعي، لكن اللي حصل تدخل ونطلعك انت لان احنا ادينا بقينا اقل من الصراصير بصراحه، يعني الارض حالها اقل من الصراصير دي. النقطه الثانيه اللي بعدها كنا هنتكلم في ايه؟